السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرص ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة تطوع في فيتنام كانت شاملة معظم التكاليف، وكانت عملية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه المنحة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا منح جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاص بالفرص اللي هنتكلم عليها النهارده، هتلاقيها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا كده نتكلم عن الفرص بتاعت النهارده، وهي فرص ممتازه جدا، 4 فرص موجوده في قاره اوروبا، وهي عباره عن 4 فرص للتطوع. وطبعا للي ما يعرفش التطوع هو يعني فرصة ممتازة جدا، بتتطوع في بلد بتكون بلد مختلفة. التطوع ده بيشمل حاجات كتير جدا، بيبقى ممول في معظم الأوقات بالكامل، بتتعرف فيه على ثقافات أخرى، بتتعرف فيه على أشخاص آخرين، كمان بيديك خبرة مثلا في شغلك أو خبرة في مجالات مختلفة، كمان بيزود نسبة قبولك لو عايز تقدم في منح دراسية. كمان لو انت سافرت مثلا دولة أوروبية زي اللي احنا هنتكلم عليهم النهاردة، الـ3 دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة، لو سافرت دولة من الدول دي عن طريق تطوع ممكن فيما بعد تقدر تستقر في الدول دي وتبحث عن فرصة أخرى، سواء فرصة عمل أو فرصة دراسة زي ما انت عايز. عشان كده فرص التطوع دي هي حاجة ممتازة جدا. تمام. وقبل ما اتكلم عن الفرص دي احب انوي اللي احنا نعمل مفاجأة من خلال قناتنا، قناة منح من كل الألوان، هتكون في مفاجأة ممتازة جدا هتساعد الجميع إن شاء الله، وهتكون متاحة لكل الأشخاص، بس هنعلن عن المفاجأة دي في آخر الفيديو. طيب خلينا نتكلم عن الـ4 فرص، هما هيكونوا 4 فرص في 3 دول مختلفين. أولا منحة تطوع في ألمانيا. تمام. أنا حاطط لكم هنا بعض التفاصيل عن المنحة، والتفاصيل الأخرى موجودة في الموقع الرسمي. أولا منحة تطوع في ألمانيا، المميزات بتاعتها بتاعت المنحة دي، هيحصل المتطوع على شقة مفروشة بالكامل مع متطوعين آخرين. يعني أنت كمتطوع في ألمانيا هيبقى ليك شقة مثلا مع شخص آخر هتشاركها معاه. تمام. ده بالنسبة للسكن. هيتلقى المتطوع تقريبا 150 يورو مصروف جيب عشان تقدر تنفقه في أي شيء أنت عايزه، مصاريفك الشخصية، بالإضافة هيدوك 250 يورو إضافية غير ال 150 ده مقابل الطعام بتاعك. تمام كده. كمان هيتلقى المتطوع ايضا بطاقه لاستخدام وسائل النقل العام عشان تتنقل جوه المانيا، هيبقى فيه كده بطاقه عشان لو حبيت تروح اي مكان ما تدفعش اي تكاليف خالص. كمان هيتلقى المتطوع تدريبا عند الوصول وتدريب في منتصف المده، هيدربوك على يعني الشغل اللي هيكون موجود جوه التطوع ده. كمان بقى من ضمن المفاجاه ان هيحصل على كورس اللغه الالمانيه، يعني انت هتكون متواجد داخل المانيا وهيعلموك اللغه الالمانيه، ودي حاجه ممتازه جدا. تمام. طيب بالنسبه للتطوع ده بقى شغلته ايه، او ايه الفايده منه، او انت هتعمل فيه ايه؟ بيقول لك ان التطوع ده موجود في يعني هيكون زي مركز كده لرعايه الاطفال. تمام. هتبدا انت شغل من الساعه 6:30 لحد الساعه 5 مساء، وهيكون في رعايه زي ال 50 طفل. طبعا مش انت لوحدك اللي هترعى ال 50 طفل، ولكن انت مع متطوعين اخرين هترعى ال 50 طفل دول من سن سنه لسن 6 سنوات، وهتقوم بقى بأنشطة معاهم زي تلعب معاهم، تعلمهم رياضة، يعني حاجات زي كده. وهيكون في أسابيع طبعا يعني هتكون فيها عدم شغل، أو هتكون فيها أسابيع راحة أو عطلة. تمام. هيكون في 3 أسابيع في الصيف وأسبوعين في الشتاء. تمام كده. ده بالنسبة لوصف التطوع اللي أنت تعمله داخل التطوع ده. الدول المتاحة للفرصة دي هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، الجمهورية العربية السورية، وتونس، ودول أخرى غير عربية. يبقى الدول العربية هم دول فقط الدول العربية المشمولة جوه فرصة التطوع. تمام. ده بالنسبة لأول فرصة تطوع اللي هي فرصة التطوع في ألمانيا. طيب خلينا كده نروح للموقع الرسمي لأول فرصة عشان في تفاصيل كتير لسه أنا مش شرحتهاش هنا، دي بعض التفاصيل بس. تمام. ده الموقع الرسمي للفرصة، وزي ما كنت وضحت سابقا ان الموقع الرسمي ده هو اسمه اوروبيان ياس بورتال، وده موقع بيبقى عليه فرص ممتازة وفرص كتيرة جدا جدا جدا.
ده اسم المؤسسة هنا اللي هي عارضة المنحة، وهنا حضرتك هتلاقي مكتوب total of weeks 51 اسبوع هو التدريب في الفرصة دي. يعني انت هتقعد حوالي سنة في ألمانيا، وهتبدأ من 1/10/2020 حتى 30/9/2021 هتقعدها في ألمانيا كاملة. وهنا هتلاقي الدول المتاحة في عملية التقديم. من الدول المتاح ليها تقدم في الفرصة دي هتلاقي عندك الجزائر، مصر، المغرب زي ما كنا وضحنا، وهتلاقي هنا برضو بيشرح لك تفاصيل السكن وتفاصيل المرتب اللي انت تاخده، وكل هذه الاشياء هتلاقيها هنا. واخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 15/4/2020، 15 ابريل 2020. طيب كده اتكلمنا حضرتك عن اول فرصة، وهي فرصة تطوع في ألمانيا. طيب نخش بقى على الفرصة الثانية، ثانيا منحة تطوع في فرنسا. ايه المميزات بتاعة المنحة دي؟ المميزات بتاعة المنحة دي هيكون في سكن مستقل، هتاخد سكن لوحدك، السكن ده هيكون مزود بانترنت ويبعد بضع دقائق سيرا عن اقدام من مكان العمل، يعني هيجيبوا لك كده زي شقة لوحدك، هيكون فيها انترنت ومجهزة من كل شيء، وانت هتبقى دي السكن بتاعك. هيتم دفع بدل طعام شهري، هتاخد كده فلوس، هما ما حددوش كام، ولكن هيكون يعني مصروف شامل ليك هتاخده عشان الطعام، بالاضافة كمان هيكون في مصروف جيب في نهاية الشهر، هتاخد كمان في نهاية كل شهر مصروف كده بوكيت ماني، ده تصرفه في أي حاجة أنت عايزها غير بقى مصاريف الأكل، تمام؟ يبقى في مصاريف للأكل أنت هتاخدها، وفي مصاريف كمان إضافية لو حبيت إيه أي حاجة تشتريها زي ما أنت عايز هيكون ليك المرتب ده. كمان تناول وجبة الغداء في مطعم البلدية، هيكون في كده وجبات الغداء ممكن تاخدها في مطعم البلدية من الاثنين للجمعة، يعني بجانب كمان إن في مرتب للأكل، إنما كمان في وجبة غداء هتاخدها في مطعم البلدية من الاثنين للجمعة. كمان هيدوك بطاقة لاستخدام المواصلات العامة عشان تسمح لك في السفر داخل باريس وفي المدن الموجودة في فرنسا، تمام؟ وكمان هتاخد تدريب عند الوصول وتدريب في منتصف المدة، يعني في تدريب كده انت هتاخده كمان من المنظمة المنح. طيب بالنسبة للتطوع في فرنسا انت بقى هتعمل ايه هناك؟ بيقول لك المشروع ده بيهدف المشروع الى اعلام الشباب عن التنقل في اوروبا والمواضيع الاخرى وفقا لاهتماماتهم، يعني انت هتتعامل مع شباب اخرين او فتيات او ما الى ذلك في سن المراهقة، وانت هتساعدهم مثلا في تنمية مهاراتهم في اشياء كتير جدا، ده الهدف. وكمان انشاء ادوات او معلومات او مقالات او تدوينات، يعني هتعمل كده زي بوستات او حاجات كتوعية للاشخاص دول هناك وتساعدهم، وتشارك بقى مع مدارس وجمعيات محلية في توعية الاطفال والاشخاص الموجودين في المدارس دي. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، والجمهورية العربية السورية، وتونس، ودول أخرى ليست عربية. دي الدول العربية فقط المتاحة، تمام؟ يبقى ده بالنسبة لأول فرصة، لتاني فرصة اللي هي فرصة تطوع في فرنسا. وهنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للفرصة، تعالى كده نبص على الإعلان الرسمي بتاعها، هتلاقي كل التفاصيل بتاعة الفرصة مذكورة في الموقع، برضو نفس الموقع اللي هو الأوروبيان يس بورتال، تمام؟ هنا هتلاقي كل التفاصيل عن الفرصة من حيث الدول المتاحة، من حيث كام اسبوع هتقعد هناك، 38 اسبوع، هتبدأ من 1/10/2020 حتى 30/6/2021. بيشرح لك هنا كل التفاصيل، هيكون في سكن، هيكون في ايه بالظبط، واخر ميعاد للتقديم هو 3/4/2020، 3 ابريل 2020 اخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي. ده بالنسبة لتاني فرصة. وتالت فرصة عندنا هي برضو منحة تطوع في ألمانيا، تمام؟ ولكن تبع منظمة أخرى. المميزات اللي بتشملها الفرصة والمنحة دي، هيحصل المتطوع على شقة مفروشة بالكامل مع متطوعين آخرين، هيحصل المتطوع على مبلغ شهري لتغطية نفقات الطعام، يعني هتاخد كده بوكيت ماني عشان يغطي لك نفقات الطعام وكل شيء. هيتلقى المتطوع ايضا بطاقة وسائل نقل، هتاخد بطاقة كده عشان تتنقل بيها داخل فرنسا من غير دفع اي تكاليف لوسائل النقل. بالاضافة كمان الحاجة المميزة، هيحصل على كورس اللغة الالمانية اللي كمان هيساعدك على لو انت بتحب اللغة الالمانية وعايز تطور من مهاراتك فيها وعايز حتى تتعلم اللغة، هيتوك كورس هيساعدك على تعلم اللغة الالمانية، تمام كده؟ طيب بالنسبة للتطوع ده، التطوع ده هو عبارة عن ايه؟ بيقول لك هو هيكون في تطوع في مدرسة اسمها برجاش، هتقوم المدرسة بتوسيع واثراء التنوع التعليمي، يعني انت هتساعد في المدرسة دي، هتساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم، تعلمهم انشطة جديدة، يعني معظم التطوعات دي بتنصب كلها في مساعدة الاطفال ومساعدة الطلاب الموجودين في المدارس والمراكز، تمام كده؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة في الفرصة دي هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، وتونس، وسوريا، ودول أخرى ليست عربية، ولكن الدول العربية المتاحة هي دي فقط. وأنا هنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للمنحة اللي هو فيها فرصة التطوع في ألمانيا، هتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالفرصة موجودة في الموقع الرسمي ده.
تمام. هو نفس الموقع برضو اسمه يوروبيان ياس بورتال، هتلاقي كل التفاصيل الخاصة بالمنحة من حيث ميعاد انتهاء المنحة، بتتكفل بإيه، ايه الدول اللي بتشملها، كل التفاصيل هتلاقيها في نفس الموقع. بالإضافة كمان هتلاقي اسم المؤسسة المانحة، اسم المؤسسة المانحة هنا اهو. المنحة دي مدتها 45 أسبوع، هتبدأ من 9/9/2020، 9 سبتمبر 2020 حتى 31/7 أو 31 يوليو 2021. وهنا دي الدول المتاحة للتقديم. هنا بيقول لك الفرصة بتشمل إيه، بيقول لك آخر ميعاد للتقديم هيكون 15 إبريل 2020. تمام كده. نخش بقى على رابع فرصة، وهي منحة تطوع في النمسا برضو في دولة أوروبا. المميزات اللي بتوفرها المنحة دي، هيتم توفير أماكن إقامة مجهزة، يكون ليك شقة مجهزة ليك خاصة بيك أنت لوحدك، هيكون في راتب شهري عشان يغطي لك نفقات الطعام من المنظمة المضيفة، في راتب كده شهري يغطي لك نفقات الطعام وأي نفقات تانية أخرى طبعا بتغطيها لك المرتب ده. هيتم توفير وسائل النقل داخل النمسا، هيتم عمل تدريب فور الوصول إلى النمسا للمتطوعين، وهيكون مدفوع التكاليف، هتاخد تدريب على كيفية التطوع مع المنظمة دي. طيب بالنسبة للتطوع ده وصفه إيه؟ بالنسبة للتطوع ده هو التعامل مع مشاريع أوقات الفراغ للأطفال والشباب، برضو نفس النظام كلها بتصب في حاجة واحدة، إن هو التعامل مع الأطفال وإعطائهم نشاطات والعمل الاجتماعي مع الشباب وتوعيتهم الوقاية من المخدرات وما إلى ذلك، والاندماج مع الأطفال اللاجئين والمهاجرين. يبقى معظم الحاجات بتنصب في مساعدة الأطفال والشباب. الدول المتاحة في الفرصة دي هي الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس، ودول أخرى ليست عربية. وهنا أنا حاطط لكم الإعلان الرسمي للمنحة، تعال نبص كده سريعا عليه، هتلاقي كل تفاصيل منحة النمسا وفرصة تطوع في النمسا، هتلاقي كل التفاصيل موجودة في الموقع الرسمي هنا. ده اسم المنظمة المانحة، بيقول لك الفرصة دي مدتها 51 أسبوع تمام. وهنا ذكر لك التفاصيل المنحة بتشمل إيه، دي الدول المتاح ليها التقديم، وهنا اخر ميعاد للتقديم هو 15 سبتمبر 2020. تمام كده، ده بالنسبه لمنحه النمسا. طيب احنا كده اتكلمنا عن الاربع فرص، ولكن في شرط بقى مهم جدا بالنسبه للاربع فرص دول عشان تقدم عليهم. ايه هو الشرط ده؟ الشرط ده ان سن حضرتك لازم يكون ما بين 17 سنه حتى 30 سنه، لازم ما يعديش 30 سنه ولا يقل عن 17 سنه. يعني لو حضرتك في ثانوية عامة دلوقتي تقدر تقدم، لو حضرتك بتدرس في كلية تقدر تقدم، لو حضرتك متخرج وبتشتغل تقدر تقدم، أي مؤهل دراسي متاح لي، ولكن الشرط الوحيد هو إن سنك ما يقلش عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة. طيب إحنا كده اتكلمنا عن الأربع فرص. طيب إزاي بقى ممكن أنت حضرتك تقدم للأربع فرص؟ زي ما إحنا كنا شرحنا سابقا، طبعا عرضنا في فيديوهات سابقة كتير جدا او فيديوهين، هما كانوا فرصتين تطوع، فرصه تطوع في بلجيكا وفرصه تطوع في ليتوانيا، وكانوا من نفس الموقع اللي هو يوروبيان ياس بورتال، كانوا نفس الموقع ده. وكنا شرحنا ازاي ممكن تقدم على الموقع ده، بتيجي بتضغط على كلمه ابلاي وبتعمل اكونت على الموقع وبتقدم من خلاله. ولكن بقى احنا النهارده عاملين فرصه مميزه جدا وعرض مميز جدا لجميع متابعين قناتنا، قناه منح من كل الالوان، وهو ان احنا هنقدم لك في الاربع فرص دول برسوم بسيطة جدا، وهي تكلفة منحة واحدة. يعني احنا عادة لما كنا اعلنا عن منحة بلجيكا ومنحة تطوع لتوانيا، كانت رسوم التقديم من خلالنا كانت 30 دولار، ولكن احنا عاملين برومو لمدة اسبوعين فقط، لمدة 15 يوم، اللي احنا هنقدم لأي شخص في الاربع فرص دول بسعر فقط 30 دولار. ده للي حابب يقدم من خلالنا، واللي حابب يقدم لوحده طبعا مفيش اي مشكله، بيتبع خطوات التقديم من على الموقع. ولو هتقدم من خلالنا احنا هنعمل لك اكونت على الموقع، الاربع فرص هنملا لك خطابات نيه للاربع فرص، كل فرصه هنتواصل معاها وهنحاول ان احنا نكلمهم بشكل احترافي ونخبرهم عنك ونقول لهم يعني مهاراتك ونكتب لهم خطاب نيه بشكل احترافي، كل فرصه هنملاها لك بشكل احترافي جدا. فبالتالي انت لما تقدم لاربع فرص بتكلفه فرصه واحده احنا بنقدمها لك النهارده، فانت بالتالي انت كده يعني على الاقل انت بتضمن فرصه من ضمن الفرص دي انها تجيلك، لانهم اربع فرص انت هتقدم ليهم، فالموضوع هيكون ممتاز جدا. طيب انت دلوقتي تمام الاربع فرص انت عايز تقدم ليهم، ازاي ممكن بقى حضرتك تقدم من خلالنا؟ احنا عاملين ابلكيشن بسيط او استماره، حضرتك تملى الاستماره دي واحنا هنتواصل معاك. طب الاستماره دي موجوده فين؟ اسفل الفيديو ده حضرتك هتلاقي الاستماره دي مكتوب عليها استماره التقديم لاربع فرص تطوع في قاره اوروبا، والاستماره دي متاح فيها التقديم فقط لمده اسبوعين. طب الاستماره اهي،
انا اشرح لكم سريعا كده الاستماره، وهتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الاستماره دي بتقول لك انها نموذج بيحتوي على التقديم لاربع فرص، والبرومو ده او العرض ده متاح فقط لمده 15 يوم، هينتهي في 10 ابريل 2020. يعني اي طلب هيجي لنا بعد 10 ابريل 2020 مش هنقدم للاربع فرص، ليه؟ بتكلفه فرصه واحده اللي هي 30 دولار، كل فرصه هيتم احتسابها ب 30 دولار. ولكن لو هتقدم قبل 10 ابريل فحضرتك هتاخد العرض اللي احنا بنقدمه اللي هو الاربع فرص ب 30 دولار فقط، تمام كده؟ وزي ما كنا موضحين رسوم التقديم 30 دولار. حضرتك بتجاوب على الاسئله دي انك موافق عليها، وبتكتب رقم الواتس بتاعك هنا واسمك بالكامل، وبتكتب الدوله اللي انت قاعد فيها، وبتختار طريقه الدفع اللي انت عايز تدفع علينا بيها الرسوم. وانت بعد لما حضرتك بتاكد دفع الرسوم بيتم التقديم ليك بعدها مباشره، تمام كده؟ يبقى انت هتتواصل معانا، تملى الاستماره دي، واحنا بعدها على طول هنتواصل معاك من خلال الرقم الواتساب ده ونتفق معاك على كل شيء. ده لو انت حابب تقدم من خلالنا، يبقى الفرصه اللي احنا بنقدمها النهارده هو اربع فرص تطوع حضرتك متاح لك التقديم فيهم من خلالنا فقط بمبلغ رمزي، وهو برسوم منحه واحده فقط او رسوم فرصه واحده فقط. زي ما كنا عرضناها سابقا كنا بنعرض الفرصه الواحده ب 30 دولار، ولكن المره دي الاربع فرص فقط ب 30 دولار، تمام؟ ولو حابب تقدم بنفسك بتتبع خطوات التقديم من خلال الموقع ده. كده احنا شرحنا الاربع فرص، اربع فرص مميزين جدا. هتسافر المانيا، فرنسا، النمسا، كل شيء ممول بالكامل، هتقعد هناك لمده طويله، تقدر تدور من خلال المده دي على منح دراسيه لو انت حابب تكمل في الدوله دي، هتتعلم لغه الدوله، لو حابب تدور على عمل ممكن برضو الفرصه اللي انت هتقضيها هناك تساعدك في الموضوع ده. بالاضافه كمان انت فيما بعد لو انت مثلا انضميت لمنظمه من المنظمات اللي عارضه فرص التطوع دي، ومثلا المنظمه عجبها الشغل بتاعك، فانت ممكن المنظمه اصلا تضمك ليها وتشتغل معاها. فحضرتك ما توقفش طموحك عند ليميت معين، يعني فرصه بتيجي ورا فرصه، الموضوع خطوه بخطوه وسلمه ورا سلم، تمام؟ فكده شرحنا كل شيء وعرضنا لكم المفاجاه اللي احنا كنا محضرينها ليكم، وكده كل شيء تمام، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في الفرص دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.